فتحت البوابات على بركة الله لمنافسة سادس الأشواط كأس الطائف برعاية البنك الأهلي السعودي. قيمة الشوط 500,000 ريال. هنا نشاهد هذه الانطلاقة لستة مهرات عمر 3 سنوات، من يبدأ كونسولينج ابنة إنسوف كورت لأبناء فيحان المنديل مع إلكسوس مورينيو إلى أول المراكز، بينما حسناء العارض ابنة تيليتكس تأتي للمركز الثاني لسمو الأمير فيصل بن خالد، يقود إيدي كاسترو في هذا الشوط، بينما نشاهد محمد الدهام يتواجد في ثالث المراكز عبر دانس ديزر للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح ابنة سيدا ستارز، هي الآن في المركز الثالث. رابع المراكز لتمدها ابنة تورلين كاندي المرشح الأبرز والأعلى تصنيف، يقودها كاميليو سبينا، بينما خامس المراكز لمستطاع الأعلى انتصارات لابن الملك عبد الله بن عبد العزيز ابنة عالم مع محمد الحبيل. كونسولينج لا زالت هي المتصدرة، تمدها تحاول الدخول من الداخل، هنا ال 400 متر الأخيرة، المنعطف الأخير، ال 400 متر الأخيرة، كأس الطائف برعاية البنك الأهلي السعودي، شوط النصف مليون ريال، تمدها إلى المركز الأول لابناء الملك عبد الله بن عبد العزيز في حضورها الخامس في السباقات، في طريقها لتسجيل الفوز الثالث في سجلها والثالث على التوالي، تقترب 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 من الانتصار الثالث، إذا تمدها لابناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، ألف مبروك. تمدها ابنة تورلين كاندي لابناء الملك عبد الله بن عبد العزيز ربات لأحمد محمود والقيادة الكامليو سبينا، بطلة لكأس الطائف برعاية البنك الأهلي السعودي، ألف مبروك.